يقول السائل: ما هي علامات ليلة القدر؟ ليس لها علامات يعني محددة جاء بها دليل، ما فيه دليل على علامات لها، لكن الناس يجتهدون ويتحرون اجتهاد منهم. نعم، الله أخفاها، الله أخفاها سبحانه، وما دام أن الله أخفاها فليس لها علامات، من أجل أن الإنسان يجتهد في كل الليالي. أما لو اعتمد على العلامات اللي هو يرى ضيع بقية الليالي، يقول هذه ما فيها علامات. فالله جل وعلا حكيم عليم، أخفاها، وما دام الله أخفاها لا يمكن لأحد أن يعرفها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم علمه الله، أما غيره لا، ما يمكن. نعم.